بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومعنى جديد من معاني اسم الله القابض الباسط. الله سبحانه وتعالى أسماءه الحسنى، في أسماء تأتي لوحدها كالفتاح الرزاق الغفور، ولكن في أسماء لا يجوز أن نذكرها إلا مع أختها كالقابض الباسط المانع المعطي، لأنها تكمل بعضها البعض، فهو يقبض منك ليعطيك. سبحانه الحكيم، إذا أنت تعتقد أن الخير لك، إذا كان عندك طفل مات لا قدر الله أو شيء، أو خسرت مال، كنت تعتقد الخير لك بقائه، فالله يعلم أن الأخير لك أن يكون هذا الأمر، فيقدر لك الأخير والأفضل. كلنا نعرف لما نقرأ يوم الجمعة سورة الكهف، لما أمر الله الخضر فقتل الطفل، فاستنكر عليه سيدنا موسى، شلون تقتل هذا الطفل يلعب؟ بعد ما واجهه وقال له اللي الله علمه من علم الغيب أن هذا الطفل الصغير إذا كبر راح يكون مجرم وسيقتل الناس وسيفتن والدينه، ولكن لما أمرني الله أن أقتله سيخلف الله والدينه طفل بار وصالح خيرا من هذا الطفل اللي يكبر ويصير مجرم. طبعا ما في أحد يقول هالكلام إلا الخضر، لأنه هو الذي آتاه الله شيء من علم الغيب لكي يعطينا إحنا درس بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه القابض الباسط، فهو الذي يعلم الغيب وهو الذي يعرف الأصلح. شلون نتعبد الله باسمه القابض الباسط؟ أول شيء لا أزعل ولا أنهار ولا أتسخط على قدر كنت أنا أبي. تذكرون ذيك الطيارة ذيك السنة اللي طاحت في البحرين؟ كان في واحدة من مصر فرصة عمل جايتها في البحرين، ولما الطيارة سكروا الباب بكت وزعلت، وإزاي أنا هذه فرصة عمري، تكفون خلوني أدخل الطيارة، وانشهرت قصتها. ولكن الله سبحانه وتعالى قبض عنها سفرة عمل وبسط لها حياة كاملة. إذن من معاني اسم الله القابض الباسط أنه لما يقبض منك ليبسط لك ويعطيك، هو أرحم وأعلم وأحكم. كيف نتعبد الله باسمه الباسط؟ أن نعترف ببسطه لنا، مثل ما كان سيدنا يوسف عليه السلام لما قال آتيتني علمتني من تأويل الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء كيف كانوا يذكرون فضل الله عليهم ببسطة لهم بالخير والعلم والمعرفة. وما نصير مثل قارون لما الله عطاه الخير والأموال، إيش قال؟ إنما أوتيته على علم مني. الواحد يقول أنا تاجر، أنا عقليتي عقلية تجارية، أنا والله شغلي جهدي، أبدا هذا سلوك قارون. إنما المؤمن الذي يتعبد الله باسمه القابض الباسط أول شيء يعترف إنها الفضل لله، الله اللي رزقني، الله اللي فتح علي، الله اللي علمني، اللي بارك لي، اللي عافاني وخلاني أتفوق ولا يرزقني. إذن معاني اسم الله الباسط القابض الباسط أن نعترف، أيضا أن نتعبد الله باسمه الباسط، فنبسط إيدنا بالخير، نبسط لساننا بالخير، نصلح ذات البين، وهي من أعظم الأعمال عند الله إصلاح ذات البين. اسم الله القابض الباسط له معاني عظيمة، مهما يجيك من ضيقة خلق من ألم تذكر، نقول لك يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أيضا إخواني وأخواتي، لما يموت لكم أحد تحبونه عزيز أو قريب، تذكروا حديث النبي القدسي، يعني هو قول الله سبحانه وتعالى لما يقول إذا قبضت مال عبد المؤمن، إذا قبضت صفية، يعني أخذت روح صفيه يعني حبيبه زوجته ولده، فاحتسبه إلا الجنة. يعني احتسب هذا الأمر لله وصبر، ما راح أجازيه إلا الجنة. معنى ذلك أن الذي يرضى بقضاء الله وقدره من الناس اللي يدخلون الجنة من غير حساب. يا سلام، منو منا يبي أنه يدخل الجنة من غير حساب؟ الكل طبعا،
ومنو منا يبي يوقف وينتظر الحساب؟ ولا أحد. إذا نتعبد الله باسمه القابض الباسط، ما نحزن ما نزعل، فالله أعلم وأحكم وهو القابض الباسط. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه القابض أن يقبض عنا كل أذى، وأن يبسط لنا الأمن والأمان والعفو والعافية. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. محمد رسول الله.